بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 15 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك. هذا السائل يقول في أول سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يريد تفسير الآية وبدايتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى في أول سورة البقرة: ألف لام ميم، هذه حروف مقطعة، وهناك كثير من السور تبدأ بالحروف المقطعة، منها ما يبدأ بحرف واحد مثل قاف صاد، ومنها ما يبدأ بحرفين مثل ياسين، وهناك ما يبدأ بأكثر من ذلك من الحروف، والجمهور على أنه لا يفسر، لأن هذا لا يعلم تأويله إلا الله. وشيخ الإسلام بن تيمية له رأي في ذلك، فيقول إن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور أو في أوائل بعض السور إشارة إلى الإعجاز، لأن هذا القرآن مركب من مثل هذه الحروف التي تنطقون بها تتخاطبون بها، ومع هذا لا تقدرون على أن تأتوا بآية من القرآن، ففيها دليل على الإعجاز. ولذلك يأتي بعد هذه الحروف ذكر للقرآن: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، وهكذا يأتي ذكر القرآن بعد هذه الحروف المقطعة إشارة إلى الإعجاز. هذا السائل أبو خالد يا شيخ يقول بأنني قرأت بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورفع منزلته أنه رأى الله عز وجل في المنام. نعم، هذا ممكن، رؤية الله جل وعلا في المنام ممكنة، أن يرى العبد ربه كما رآه الإمام أحمد وغيره، لكن هذا لمن خصه الله عز وجل بالعلم بالله ومحبة الله وكثرة العبادة. نعم. السائل أبو سامي يقول: ما معنى حديث شيخ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وما حكم الشرف في الذين يتشاءمون من بعض الأيام؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، هذا رد على اعتقاد الجاهلية الذين يعتقدون أن عدوى المرض تكون بنفسها، أن المرض ينتقل بنفسه، لذلك في يفرون من أصحاب العاهات ويقولون: فر من المجذوم، فرارك من الأسد. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذه العقيدة، نفى أن المرض يعدي بنفسه، وإنما الذي ينقل عدواه من محل إلى محل أو من عضو إلى عضو أو من بلد إلى بلد هو الله سبحانه وتعالى، ففيه رد على اعتقاد الجاهلية، وليس نفيا للعدوى، وإنما هو نفي لاعتقاد الجاهلية في العدوى. نعم. الذين يتشاءمون شيخ من بعض الأيام، لا يجوز التشاؤم ببعض الأيام، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، قال صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الدهر إنما هو مدبر، والذي يدبره هو الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. ما المقدار المجزي لطالب العلم أن يتعلمه، وهل يستمر في تعلم العلم شيخ؟ يجب على المسلم وجوبا عينيا أن يتعلم ما يستقيم به دينه من عقيدته وصلاته وزكاته وصيامه وحجه وعمرته، أركان الإسلام الخمسة عليه أن يتعلمها، وما زاد عن ذلك فإنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الكل أثمه. نعم. الأخت السائلة أم مرام تقول: هل يقرأ القرآن
على المريض بالصرع؟ يقرأ القرآن على كل مريض، لأن الله جعل في القرآن شفاء، فيقرأ على المصاب بالصرع أو بغيره. نعم. تقول الشيخ بأنني قرأت كتيبا عن فضائل السور، هل تختلف السور في فضلها عن السور الأخرى؟ لا بد أن تذكر اسم هذا الكتاب ومن مؤلفه، ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل بعض السور، مثل سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، مثل سورة الفاتحة أنها أم القرآن. هناك سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سورة آية الكرسي، فلا بد من ذكر الدليل على فضل هذه السورة أو فضل هذه الآية. والقرآن لا شك أنه يتفاضل، بعضه أفضل من بعض. نعم. تقول السائلة: كيف كان الهدي النبوي مع رسولنا صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن جميعا؟ هديه صلى الله عليه وسلم العدل فيما بين زوجاته، في النفقة، في المسكن، في المبيت، في الكسوة، هذا العدل الذي يمكن للإنسان أن يقوم به ولا يجوز له الحيف فيه. وأما العدل الذي في القلب المحبة فهذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قسم صلى الله عليه وسلم بين زوجاته قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. نعم. حديث شيخ: عالم واحد أفضل من 100 عابد، وما فضل تعليم العلم من العلماء؟ فضل العالم على العابد، قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. العالم له فضل، والعالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، لأن الله ينفع به أهل الأرض وينفع في علمه ويكون قدوة للناس في العمل الصالح، ففضله عظيم. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن القمر يضيء للكون، وأما الكوكب فإنما يضيء لنفسه فقط، والعالم كذلك ينفع نفسه وينفع الناس، وأما الجاهل إنما ينفع نفسه فقط، العامي يعني. نعم. عند كثرة الفتن يقول السائل الشيخ: ما موقف المسلم من ذلك مأجورين؟ نسأل الله العافية وأن يتجنب الفتن، يبتعد عنها، يسأل الله العافية منها، ويبصر الناس أيضا في الاستعاذة منها والابتعاد عنها. نعم. إذا فاتت الصلاة لعذر مثل النوم، فهل تصلى الصلاة الفائتة أولا ثم الصلاة الحالية؟ نعم، لا بد من الترتيب بين الصلوات، إلا إذا ضاق الوقت، عن الحاضرة فإنه يبدأ بالحاضرة قبل أن يخرج وقته ويصلي الفائتة بعدها، أما إذا كان في الوقت متسع فإنه يبدأ بالفائتة. نعم. اشرحوا لي، يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، قال صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه جعلت له الأرض مسجدا، يعني كلها صالحة للصلاة إلا ما شوهد فيه نجاسة، أما الأصل فيها الطهارة، فأي مسلم حضرته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يعني التيمم إذا كان عادما للماء أو عاجزا عن استعماله فإنه يتيمم بالصعيد ويصلي في مكانه، إلا ما رأى فيه نجاسة فإنه يبتعد عنه. وذلك فرق بين هذا النبي وبين الأنبياء السابقين والأمم السابقة، فإنهم لا تصح صلواتهم إلا في كنائسهم. نعم. يقول السائل الشيخ: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب مكة أكثر من المدينة أو هما سواء؟ لا، كان صلى الله عليه وسلم يحب مكة أكثر من المدينة، وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا أنت أحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك. مكة أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، لأن مكة أفضل من المدينة، والصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، وأفضل. نعم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن يعمل العمل الصالح ويبتغي به الدنيا ولا يبتغي به وجه الله؟ ليس له به أجر، وإنما حظه الدنيا، وقد تفوته الدنيا أيضا، يخسر الأمرين والعياذ بالله. نعم. يقول: أيهما أشد خطرا يا شيخ، الشرك الأصغر أم الكبائر والبدع؟ الشرك الأصغر أخطر، الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا يشمل الشرك الأصغر وله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الشرك أخطر الذنوب. نعم. يقول: في أقسام التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ما الفرق بين
هذه مأجورين. توحيد الربوبية توحيد الله جل وعلا في أفعاله هو الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم كالصلاة والصيام والحج والعمرة ونحو ذلك. توحيد الأسماء والصفات أن تثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله، أن تنفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نعم. حديث يا شيخ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه البياض، يعني الثياب. نعم. يعني يعجبه من الثياب البياض. نعم، كان يحب البياض في الثياب. نعم. ما مناسبة قول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ نعم، لأن الصلاة تتكرر اليوم والليلة 5 مرات، فلا أمرت بقضائها شق ذلك عليها، بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر، شهر واحد في السنة ولا يتكرر، فقضاؤه أخف من قضاء الصلاة. نعم. أيضا لها فقرة أخرى، السائلة تسعنا للحكمة من خلق الجن والإنس. ما ذكرها الله في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي الحكمة، حكمة من خلق الجن والإنس لأجل عبادتهم لله سبحانه وتعالى. نعم. يقول أسمع من بعض الدعاة يقولون شيخ هذه العبارة من الإسرائيليات. نعم، من أخبار بني إسرائيل، من الإسرائيليات يعني من أخبار بني إسرائيل التي لا يدرى عن ثبوتها. نعم. أحسن الله إليكم. العقيقة يا شيخ إذا تركت ووالد هذا الطفل قادر عليها ولكنه تكاسل عنها ولم يذبحها، هذا تفريط وإساءة إلى المولود، هي من حق المولود على الوالد، فلا يتركها بل يبادر بذبحها وأدائها، لأن فيها بركة على المولود، سلامة للمولود. نعم، هي من حق المولود على والده. نعم. شخص يا شيخ دخل المسجد لصلاة العصر وتذكر أنه لم يصلي الظهر، ماذا يعمل؟ يجب عليه أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر، لأن الترتيب واجب بين الصلوات. نعم. بعض الشباب يا شيخ صالح يصلون في ثياب خفيفة تصف البشر، لا تصح صلاتهم إذا كانت شفافة يرى ما وراءها من الجلد ما بين السرة والركبة، إنها لا تصح صلاتهم. نعم. هل يجوز يا شيخ للمرأة أن تطوف بالنقاب، وإذا طافت يا شيخ وكملت العمرة ورجعت إلى بيتها وهي جاهلة؟ إذا كانت محرمة فلا تنتقب، المرأة المحرمة لا تنتقب، لكن لو كانت جاهلة فإنها تعذر بالجهل، إذا علمت فإنها تنزع النقاب تجعل محله الغطوة الخمار. نعم. يقول السائل أبو عمار بأنه صلى عدة فروض في ثياب وكان فيها قطعة من النجاسة وهو لا يعلم، هل يعيد هذه الفروض؟ لا، ما دام أنه ما علم بالنجاسة فصلاته صحيحة. نعم. يسأل عن عقوبة الإسبال إذا قصد به الخيلاء يا شيخ. الإسبال إذا قصد به الخيلاء فهو أعظم إثما، أما إذا لم يقصد الخيلاء فإنه أخف في الإثم مما قصد به الخيلاء، فإذا قصد الخيلاء فله عليه الإثم من ناحيتين، من ناحية الخيلاء ومن ناحية الإسباب، أما إذا لم يقصد الخيلاء فعليه إثم الإسباب. نعم. الإنسان الشيخ صالح إذا حصل له رعاف في أنفه في أثناء الصلاة، ما المطلوب في حقه؟ إذا كان يسيرا فلا يؤثر عليه، صلاته صحيحة يستمر في الصلاة، وأما إذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء ينصرف من صلاته إلى أن يتوقف الرعاف ثم يتوضأ ويصلي. نعم. يزدحم المسجد يقول الجامع بالمصلين ولا يجد بعض المصلين شيخ مكان يصلوا به، فبعضهم يصلي شيخ صالح فوق سطح الحمام. لا بأس بذلك، إذا ضاق المسجد ولم يجد إلا سطح الحمام فلا بأس أن يصلي فوقه لأنه طاهر. نعم. ما الأمور شيخ المعينة على الثبات على الدين شيخ؟ استعانة بالله عز وجل والدعاء، يدعو الله أن يثبته ويا
يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يكثر من هذا الدعاء النبوي. نعم. آخر فقرة للأخت السائلة تسأل يا شيخ عن أفضل الأدعية التي ترددها المرأة من الأذكار والتي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلتزمها. أفضل الأذكار توحيد، يكثر من التهليل والتكبير والتحميد، هذا أفضل الأذكار، وأفضل من ذلك القرآن، فهو أفضل الذكر، يكثر من تلاوة القرآن. نعم. شيخ في الآية وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر يعني شرف القرآن، وإنه أي القرآن لذكر لك ولقومك، لأنه شرف للعرب أنه نزل بلغتهم، وسوف تسألون يوم القيامة عن هذه النعمة عليكم. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله.